عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنما كنتم اليوم الدرس اللي غادي ندير معكم هو ديال الشورت برميدة. اللي كيخصنا في هذا الموضوع هو أننا بغينا توب الباترون سويف اللعب باردون دونتيل المقصد الصالة والصابونية. إذا الباترون غادي تاخدوه من الدرس ديال البنطالون كولون سيغي مزير اللي كنت وضعت عليه. اذا الشيما ديال البنطالون راكم عارفين درتها وعاودتها ودرتها وعاودتها. اذا بلا ما نطولوا في الفيديو ندخلوا مباشره للموضوع. اذا طويتو على ربعه درت الامام ديالي ديال البنطالون عادي على هذا الشكل هذا وطويت التوب ديالي على ربعه درت غير الامام لا فوكش دو دوفون البنات. هنا ما شقيتوش اذا القماش ديالي مطاطي إلاستيك. غادي ناخذ نقطع على هذا الشكل هذا كي الامام كي الخلف وغنستون مرحليا نخرج جوج سنتيم على هذا الشكل. نجي الامام ديالي اذا خليت جوج خليت اثنان وبقاو ليا اثنان هما اللي غادي نقص باش يبان ليا الامام والخلف ديالي. هنا غادي نحق الضوء على حسب الطول اللي عندي عادي. اذا بقات ليا لا سونتيو ديالي ستكون مطاطا مطاطية تاهي. الاختيار ديالي داكشي اللي بغيت غادي نعمل 9 سنتيمتر على 9 سنتيمتر. اذا اول حاجه غادي نمشي نخيط الدونتيل ديالي على هذا الشكل هذا. اذا حتى نفرك البنطالون ديالي لان كنت طويه على جوج الكيلوت الشورت اذا غادي نجي ونعمل له الدونتيل ديالي هنايا على هذا الشكل هذا يجي هنا وفي الرجل الثانيه نمشيو نخيطو. اذا غادي نخيطو بهذه الطريقه ماشي بالطريقه اللي وريتكم مع الاول. اذا كان الويدز ديالي نخيطو بماكينه الزكزاك ولكن اغلبيه ما عندهاش ماكينه الزكزاك سي بو سولا هذاك الشيء خلت نخيطو بهذه الطريقه هذه. اذا غادي نجمع من برجلين. اذا هذا هو لونتر جومب غادي نخيط الاول هكذا ونخيط الثاني نفس الشيء هذا من بين رجلي. اذا غادي نخيط لونتر جومب ديالي ديال بجوج هذا وهذا نفس الشيء اللي يسرى لهذا غادي يسرى لهذا. اذا غادي نخيط ما بين رجلين. اذا غادي ندوز الثاني ديالي بنفس الطريقه ديما ما بين رجلين. اذا بعد ما خيطت ما بين رجلين هذا هو لوبا ديالي وهنايا هو القعده ديالي لا فورش ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نجيب هذا وندخلو في هذا على هذا الشكل.
اذا لاحظوا معايا واحد في واحد داخلين ولقيت لونترجومب مع لونترجومب وغادي نجي ونخيط بهذا الشكل هذا داير. اذا هذا الوجه ديالو وهذا الوجه ديالو غادي نشدها لهذا الشكل ونخيط هكذا الفرشة ديالي كلها. اذا الامام بين قصير والخلف كبير. اذا هذا الامام ديالي. اذا نمشيو نخيطو. اذا الطريقه باش كنخيط كنجي للميليو ديالي الوسط وكنخيط بهذه الطريقه وعاد كنرجع ليه باش نقاد الخياطات اللي ما بين رجلين. اذا الطريقه درتها مرارا وتكرارا في الفيديوهات اللي كاينين معنا في قناه بيت الخياطه. اذا غير كنراجع معكم يا زمان يعني من الافضل الموضوع اللي درت ما نعاودش نرجع له ولكن كيدخلوا معنا بعد المنخرطات الجدد ما كيعطينيش الضمير ديالي او خاطري نخليهم يعني بلا ما يعرفوا هذه المعلومه هذه وبالاخص الجدد. انا كنقول لي هما جداد في هذا الميدان ديال الخياطه. اذا كنخيط ما بين الاثنين بالشكل هذا. اذا بعد ما خيط غادي نقلبو على هاد الشكل. نشوف شنو عملت. نخرج الرجل ديالي مع الرجل الاخرى على هاد الشكل اي فوالا. فوالا شتي لونترجون ديالنا جا اكزاكت. اذا الشورت ديالنا وبيرميدا بدا كيبان لنا. الرجل الثانية على هاد الشكل. بقى لنا الحزام. الحزام ديالنا عندنا غادي نديرو له لابوند ديالو الى قلنا هي هادي. اذا الطريقه ديالو هي اللي غادي نوريكم دابا غادي نركب. اذا غادي نخلي واحد 3 سنتيمتر هنايا في الحزام ديالي ونبدا نخيط. اذا الخياطه هادي ديال الخلف وكنجبد. اذا الحزام ديالي نقصت منه 20% بالنسبه للاطاي. مثلا عندي لاطاي 100 نقصت 20 سنتيم في هذا الحزام هذا. وضروري داكشي اللي جبدت هنا مطط هنايا مططو في جميع الحالات ديال التوبدو تاعي ديال الحزام ديالي. عندما كما تشوفوا انا راني جبد على هذا الشكل هذا نتيري تقربت لهنايا على هذا الشكل وخليت واحد المسافه متباينه يعني باش يمكن ليا نلاقيهم بجوج على هذا الشكل. اذا كنلاقي الحزام تاعي بهذه الخياطه بهذه الطريقه هذه باش نخيطو باش نعمل فينيسيون ديالي. اذا كما تشوفوا خيطوا على هذا الشكل. اذا ما بقى ليا الا نوري لكم اشنو عملت في السروال ديالي. اذا في الاخير النتيجه كتظهر امامكم ديباردور مع الشورت. كيبقى لك تضيفي لي زاكسيسوار اللي بغيتي هنايا وتضيفي الدونتيل هنايا الا بغيتي تضيفيه. اذا وما تنساوش تشوفوا هذا الفيديو ديال اليمين وديال اليسار والى اللقاء في حلقه قادمه. وما تنساوش تدعمونا وشكرا لكم على جميع التعاليق واللايكات. شكرا لكم جزيلا.